زين الدين زيدان يقدم استقالته من ريال مدريد. خبر عاجل منذ قليل، بيان رسمي من ريال مدريد يعلن في رحيل زين الدين زيدان عن الفريق. ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء فترته الحالية مع الفريق. حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافيته وتفانيه وشغبه في كل هذه السنوات وما يمثله شخصيته لريال مدريد. نتمنى التوفيق لزين الدين زيدان النجم الكبير والمدرب الرائع.